انا اسمي محمود من موسكي من حاره اليهود من بخيت. الاخوان الحريه ده اللي بيجوا ادونا فلوس عشان نطلع عند المقر فوق. قالوا لنا هتيجوا الاخوان اتقررت الجماعه وهتيجوا هنديكم فلوس هتتنططوا وهترقصوا احتفالا بالمقر. هو هنقول ان الشباب فرحانين ومبسوطين. جينا لينا في ضرب وحال واحنا من الناس كله. حتى قالوا لنا قبلها بشهرين ثلاثه ربوا دونك حتى تعمل يوم طويله. قالوا ربوا دونك عشان يبان ان انتم من الاخوان. الكلام ده من امتى؟ الكلام ده من حوالي 6 شهور. يعني من حوالي 6 شهور. هم قالوا لنا هنحتاجكم بعد كده. هتحتاجكم بعد كده. وانت مربي داني؟ انا قالوا لنا ربي داني. ربي داني كده بس. ربي داني. قبضت كام؟ اهو قبضت كام؟ قالوا لنا هتاخدوا تطلع النهارده 100 جنيه. 100 جنيه؟ خد المحفظه. خد المحفظه كلها. خد المحفظه؟ ومعاه الفيزا ال 100 جنيه؟ خد المحفظه وخد التليفون وخد كله. مين كان رئيسكم؟ احنا انا ما اعرفش مين. انا بيجي لنا ناس. مين اللي جاب لك ال 100 جنيه؟ واحد مثالي واحد اسمه محمود حسان. الشيخ اللي جاب طبعا معاك في. لا مش شيخ ده شاب كده اسمه محمود حسان. محمود حسان من ناحية؟ مش عارف. هو اسم الراجل اللي تبعك ده؟ ده انا اسمي عبد الله حسين سيد. وده اسم ده انت بتاع الجيش. وده انا شهرتي اسم محمود الجن. ايوه انا شهرتي محمود الجن. منين بقى محمود بقى من تاريخ العيد تاني؟ بص حضرتك عيد تاني كده وريني. ده مصطفى ثوره. عيد تاني عيد تاني. اسم محمود والدلع اسمي عيد تاني. عيد تاني فيلم يا جدعان اسمعوا بقى ما تتوترونيش. انا اسمي عبد الله حسين. ايوه سيب دي القديمه. دي القديمه. دي القديمه انا مغير محلي يا جدعان. انا من بخيت مع عند المسجد هناك عند المطلع. طيب لحظه يا جماعه دي بتاعت ثوره بتاعتي دي. دي بتاعت مصطفى ثوره. انا اتضربت من الغلط. يا جدعان انا والصوار بس انا اتضحك عليا. اتضحك عليك؟ اه من حزب الحريه والعداله؟ ده حزب الحريه والعداله يا جدعان. طيب مين اللي اداك الفلوس اسمه ايه بالظبط؟ واحد محمود حسان. انا ما اعرفوش ابدا. قابلته فين؟ انا قابلته اداني 100 جنيه. قابلته فين؟ في بخيت. في بخيت؟ اه شغال في المشكل حرب. انا شغال في حاره اليهود. انا راجل غلبان ومكحرت كلنا مكحرتين يا جدعان. يعني انت ومعاك كم واحد؟ انا بيجي لي لوحدي. انا مالي؟ انا جاي النهارده. انا سالت سؤال. قول لي انت اتمسكت فين؟ قول لي بالله عليك يا اخي. قالوا لي هتطلع فوق. الجماعه اتفننت. قالوا لي الجماعه اتفننت. هتطلع فوق هتتنطط وهترقص وهتقول احنا فرحانين ان الجماعه اتفننت. وانا لا مالي بالجماعه ولا مالي. ما انا كنت متكحرت في المطبعه طلعني الاهلي. يعني 100 جنيه اللي هيجيب لي حاجه؟ يعني 100 جنيه اللي هيجيب لي حاجه؟ حددت طوب؟ انا ما انا بحدد طوب ولا انا مصاب ثوره. اوريك ظهري. اوريك ظهري. يعني انت دلوقتي عاوز تقول لي ان هم الجوله تاني؟ ما تسمع. اصبر وريني. وريني انت مصاب ثوره فين؟ ادفع التيشيرت بعد اذنك. ادفع القميص. شايف الضهر الخرطوش ده؟ ايوه الخرطوش. انا والمصاب وكان ليه مصاب الثوره معاه. انا عاوز افهم حاجه. عاوز افهم حاجه دلوقتي. يعني انت مصاب الثوره وبتتعامل مع الاخوان؟ انا عايز انا اتكحل. انا اتضربت وخلاص. انا لا ليا دعوه بثوره ولا ليا دعوه بحاجه. يعني انت بصيت لي. يعني هم دلوقتي ثواني جولك. يعني هم جولك عشان ثواني جولك وقالوا لك هترقص عند المقر. ترقص هترقص وتتنطط. يعني غزيه انت؟ انا هروح اعمل ايه؟ قول لي انت في الزمن ده هتعمل ايه؟ يعني هتاكل تراب. شايف التراب ده اهو؟ انا ما عنديش تراب. شايف الرمل ده اهو؟ شايف الرمل ده اهو؟ انا سيفه مش هروح ارقص عند انا مصاب ثوره. انا مصاب ثوره. شفت ظهري؟ شفت ظهري؟ انت مصاب ثوره. خد بص ظهري. ثواني كده يا عم. ثواني كده. ثواني 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 يا جدعان. بعد اذن الناس. اتفضل. بعد اذن الناس كده. تجدنا تمام. يا سؤال واحد بس اسالهولك. اتفضل. ضرر كده. انا مش شيخ. لا مش شيخ يا عم. ايوه بالظبط.